تعتقد الوقت حان لإيجاد أو ظهور مرجعية سنية دينية بالعراق؟ لن السنة عبر 1400 سنة مرجعهم السلطة ويقبلون بالسلطة العادلة وإن كانت مو سلطة سنية مطلقة. ولذلك اليوم السيد السوداني يحظى بتأييد عند السنة أكثر من القوى الإطار اللي جابتها لرئاسة الوزراء. وإذا ترجعت إلى استفتاءات محايدة يتمتع بشعبية في بعض المحافظات السنية أول وفي بعضها ثاني. أكو منظومة مو منظومة أكو مثل تشات جي بي تي سني كل المعلومات تتخزن به يسوي رأي عام زين. اليوم المزاج وهذا هذه المنظومة داعمة لحكومة الرئيس محمد الشياع السوداني الشيعي الجاءت به قوى الإطار. هذا ما أغاظ بعض قوى الإطار. هناك سنة معارضين للسيد السوداني لأسباب تضرر مصالحهم ومنهم صديقي محمد الحلبوسي. موقفه من السيد السوداني لأن السيد السوداني قوض من دور السيد الحلبوسي وأخرج الأشخاص المحسوبين عنه في إدارة الدولة. ولين يحظى بشعبية داخل الوسط السني؟ الحلبوسي؟ لا ولأن السيد السوداني أنا دا أتكلم الجوهر في الخلاف هو هذا زين. ومن وأني لو بمدى السيد الحلبوسي ويستهدفني السيد السوداني بهذه الطريقة يمكن أتبنى نفس الموقف. ولكن السيد السوداني منذ حيدر العبادي إلى حد الآن هو أكثر شيعي يحظى بدعم المجتمع السني.